مع كل صيف تضرب أحياء الموصل موعدا مع العطش بانقطاع مياه الشرب، يضطر السكان بسببه إلى حفر آبار ارتوازية أو شراء المياه من الحوضيات بعد أن عجزت الحكومات المحلية المتعاقبة على إيجاد حلول لهم. والله العظيم هاي صار لي يعني 17 سنة محروم من المي الحلو، هاي المنطقة كلها بيارة، أربع خمس بيوت كلها بيارة نحن عايشين عليها، وهي لا يوم ولا يومين ولا ينتهي، لا شر ولا شر، يعني سنين هاي صار لنا. الاعتماد على الآبار لسحب المياه تسبب بأمراض جلدية وباطنية لكثير من السكان في هذه الأحياء، وخصوصا الأطفال منهم، لعدم صلاحية المياه المستخرجة لاحتوائها على مواد كبريتية. والله العظيم هسه انا عندي حجر بالكلى من ورا ماي البير صار عندي، وهذا ماي البير شوفت عينكم، شوف الحساسيه بيدينا صار بيها حساسيه، يعني مرات حتى ماي البير يجينا ويا ريحه صيان، تعبنا تعبنا، يعني احنا الى متى يبقى هذا الحال هالشكل، الى متى يعني؟ 10,000 متر مكعب من المياه تبلغ حاجه الموصل لسد حاجه احيائها السكنيه، الا ان نقص التمويل يعيق انشاء مشاريع جديده بعد التوسع السكاني، فضلا عن تهالك البنية التحتية للمشاريع وشبكة المياه، خاصة بعد تحرير المدينة بسبب تحول أكثر المواطنين من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر وإنشاء العشرات من الجمعيات السكنية، وبالتالي بحاجة إلى إنشاء مشروع جديد لتسد النقص في هذه الأحياء. لا تقتصر أزمة مياه الشرب على مركز مدينة الموصل، إذ تمتد لتصل مناطق البعاج والقيروان غربي نينوى التي تعاني هي الأخرى من انعدام المياه الصالحة للشرب بسبب غياب البنية التحتية. قاسم زيدي، UTV، الموصل.